البامية طريقة الغزاوية، نسلق نص كيلو لحمة، نوضع باكيت شاي مشان تستوي اللحمة بسرعة، قطعة بصل، قليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود. لقيت بنعمل صلصة، 1 كوب ماء وملح أو ماجي حسب الرغبة، طماطم طازجة 1 كيلو، ومعجون الطماطم 1 كوب، لحمة نضجت، بنرفع بصل وبنرفع باكيت الشاي، نوضع البامية ونوضع صلصة الطماطم، هيك بنتركهم حتى ينضجوا. هيك نضجت نفحصها بنشيك عليها من فترة لأخرى. نعمل طشة البامية الغزاوية، قليل من الزيت ورأس ثوم مهروس وحبق أو ريحان طازج، ناس بتقول عنه حبق وناس بتقول عنه ريحان. نوضع قليل من صلصة البامية عليها ونرجعها على الوعاء، وهيك أصبحت جاهزة. وعادة بنقدمها بجانب الرز والفلفل الأخضر والزيتون والخبز المنزلي. عندي أكثر من 600 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.